يعني في حكم المؤكد انه حراسه المرمى في منتخب مصر تخضع دايما لحراسه المرمى في ناديها. الحالات الاستثنائيه اللي ممكن طبعا يظهر منها حراس مميزين، انا مش بشكك في ان في حراس مميزين بيخرجوا من انديه تانية، بس على مدار تاريخ طويل جدا غالبا حارس مرمى النادي الاهلي بيبقى حارس مرمى منتخب مصر. اشمعنى الاهلي؟ يعني ايه اللي بيميز مدرسه الاهلي في حراسه المرمى؟ لا بص، عشان ندي الكل ذي حق الحق. كان في حراس، على انا هتكلم على ايامي. ايوه كان في على ايام حراس مرمى برضه جيدين كويسين وانضم لمنتخب مصر، وكان ليا الشرف ان انا اتعامل معاهم. يعني في المنصوره كان سطوحي، رحمه الله عليه عرابي، حسن علي ربنا يديله الصحه، رحمه الله عليه حسن مختار، عادل المأمور، ده تقريبا الجيل اللي انا عصرته. بالنسبه ابو ليلى كان في الاسماعيلي، وجه بعديه الله يرحمه علي اغا. يعني لا، كان في حراس مرمى كويسين. خرشت في المحله. طب خليني اقول لك، انا في اخر مثلا 30 سنه مثلا، يعني بشوف حضرتك كابتن ثابت، كابتن شوبير، كابتن حضري، نادر طبعا دخل فتره شويه، لا على فكره حليل الشناوي. انا ما حضرتش دول. ده انا قبل كده. لا انا عارف يا كابتن طبعا. بس مش بعيد قوي يعني، بس انا اقصد لا بعيد قوي يعني، مش بعيد قوي يا كابتن اكرامي برضه، ما تكبرش نفسك. لكن اقصد اقول انه غالبا يعني غالبا ما بيبقى حارس مرمى النادي الاهلي هو الحارس الاول في المنتخب. بص، ده ما يمنعش طول عمر النادي الاهلي مميز في لاعبته مش في حراسه مرمى بس. بس يعني انا اتذكر، انا بسالك عشان انت حارس مرمى فاكيد عارف مدرسه الاهلي. اتذكر في مره من المرات في منتخب مصر كان ال 11 لعيب اللي موجودين جوه الملعب كان منهم 9 نادي اهلي، وكان شوقي غريب والله يرحمه سعد الصيد. لا مش 86 لا 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 قبل كده، قبل 86. انا 86 ما كنتش كنت كانت رجلي مكسوره وما لعبتش. كان الله يرحمه ثابت البطل، الله يرحمه. فالنادي الاهلي طول عمره مميز في حراسه المرمى من زمان قوي. يعني لو نرجع بالذاكره في العصر الحجري بالنسبه للكوره في النادي الاهلي، كان الله يرحمه عبد الجليل وعادل هيكل، وبعدين مروان كنفاني، وبعدين جيت انا، وكان حازم كرم الله يرحمه، وبعدين الله يرحمه ثابت البطل، وبعدين عصام الحضري، وبعدين شوبير، وبعدين عشان شوبير ما يزعلش بس شوبير، وبعدين عصام الحضري. لا يعني ايه سلسال من حراس المرمى بيسلموا بعض، بيسلموا بعض الرايه. ولو حسبت عدد المباريات لمنتخب مصر في الخمسين سنه الاخيره، هتبص تلاقي ان حراس مرمى النادي الاهلي تقريبا ليهم النصيب الاكبر من 95% او 98% من المباريات. صحيح. طب بمناسبه كلامنا عن حراس المرمى، ما ترتب لي كده اهم ثلاث حراس مرمى في مصر حاليا من وجهه نظرك. والله بص، يعني عشان ما بخسش حد حقه. ايوه. هنقول مثلا ايه؟ عصام الحضري. لا انا عايز حاليا بيلعبوا حاليا. ما انت كده بتحرجني. معلش يا كابتن اكرام. لا بص، لازم اجيب جون برضو. بص هو في حراس مرمى كويسين في مصر خلاص. طبعا في الشناوي، في ابو جبل، في احمد الشناوي، في المهدي سليمان، في جنش، في الهاني سليمان، في عامر عامر. يعني مش عايز انسى حد يعني. انت نسيت خلاص يا كابتن. قولي شريف لما اعلن قرار ان هو الموسم ده اخر موسم ليه مع النادي الاهلي.